السلطة الصينية. المقادير: 4 ملاعق طعام براعم الصويا، جزرتان مقطعتان إلى أصابع رفيعة، حبتا خيار مقطعة إلى أصابع رفيعة، 4 ملاعق طعام زيت زيتون السوسن، و3 ملاعق طعام صلصة الصويا. طريقة التحضير: في وعاء نخلط براعم الصويا مع الجزر والخيار وزيت الزيتون وصلصة الصويا، نسكب المزيج في طبق تقديم ونزينه.